ما هو المنهج الإسلامي؟ كيف نسير فيه؟ إن هذا المنهج الإسلامي رسمته الآيات الأولى من الوحي، بل يكاد يتلخص في الخمس كلمات الأولى من سورة اقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبتدئ الوحي مباشرة بالعلم بإقرأ، وفي الآيات الأولى التي نزل بها الوحي ذكرت مادة القراءة أكثر من مرة، وذكرت مادة القلم، وذكرت مادة العلم أكثر من مرة، كل هذا في الآيات الأولى من الوحي. وبعد ذلك تتابع القرآن في ذكر الآيات الحاثة على العلم، والآيات الحاثة على العلم كثيرة. لقد أشاد القرآن بالعلم وأشاد بالعلماء، وكان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زدني علما. ولقد بلغ القرآن بالإشادة بالعلماء ما لم يبلغه مذهب قديم أو حديث. إن الله سبحانه وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم شهدوا مع الله ومع ملائكته، شهدوا ماذا؟ إنهم شهدوا قمة الإيمان، أي شهدوا التوحيد، أشهدوا أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله هي قمة الإيمان، وليست قمة الإيمان أقول أو ألفظ أو أعتقد أو أوقن أو أؤمن بأن لا إله إلا الله، وإنما قمة الإيمان هي أشهد أن لا إله إلا الله.